تعال دلوقتي نتعلم امر الهاتش. انا دلوقتي عندي عمود، رسمت العمود ده الديستنس بتاعته عمود مثلا 30 في 90، تمام؟ العمود اللي هو ده عندي مجموعة من العمدان كتير كده، تمام؟ عايز اعمل هاتش. اول حاجة الهاتش بتجيبه من هنا، تمام؟ او الاختصار بتاعه اتش، اتش انتر، تمام؟ اول ما فتحت جاب لي الباترن بتاعت الهاتش كلها اللي انت شايف. تقدر تختار اي نوع انت عايزه. اول واحد ده السوليد، ان هو بيخلي لك كل حاجه سوليد، تمام؟ لو اخترته مثلا وجيت اخترت هنا سوليد، تمام؟ اللي بعد كده الهاتش ده اللي هو بتاع الخرسان، تمام؟ انا مش عاجبني السكيل، يعني مسافات ما بين الخطوط بعيده شويه، ممكن تظبط السكيل من هنا تخليها مثلا نص. عايز تكبره تكبره، هو الهاتش ده بالنسبه له هو صوره. الصوره دي انت لازم تظبط السكيل بتاعها على حسب مقاسات الحاجه اللي انت راسم بيها. يعني هي بتبقى شغاله كويس جدا مع المتر، لو انت شغال بالملي الشغل بتاعك كله بالملي لازم تظبط السكيل بتاعك مظبوط، تمام؟ فانت بتقعد تجرب في السكيل ده لغايه ما يظبط معاك. في مشكله؟ طب افرض مثلا انا استخدمت الهاتش ده بس انا مش عايزه كده، انا عايزه الفه بزاويه. لا يعني لو عوزت يعني الزاويه ممكن اديله زاويه من هنا 45 مثلا، بس انا كده كده عندي الهاتش اللي هو الفيرتيكال، تمام؟ فممكن تديله زاويه من هنا. طب انا دلوقتي عشان اعمل هاتش هقعد كل شويه بقى اختار واحد واحد من دول كده واقعد اعمل له هاتش؟ شوف عندي كام عمود؟ 200 عمود مثلا. مش فعال ان انا اعمل حاجه زي كده. فانا هاجي عامل كنترول زد ورجعت تاني. هقول له هاتش. تمام؟ واخترت مثلا العنصر ده. واديت النص مثلا. انا ظبطت واحد بس عايز اعمل كل دول زيه، اعملهم ازاي؟ بدل ما انت مستخدم الاوبشن بتاع البيج بوينت استخدم الاوبشن بتاع السيلكت. واول ما تعمل سيلكت علم على كله واضغط انتر عمل لك الهاتش لكل الامدان. وصلت؟ وصلت ولا اقول تاني؟ تمام. انت جيت عملت الهاتش، انت جيت عملت الهاتش لكل الاعمده مثلا زي كده وضغطت انتر. جيت مثلا العمود ده مثلا اتحرك من مكانه لاي سبب، مثلا المعماري جه قال لك العمود ده انا عايز احركه من مكانه، تمام؟ فانت علمت على العمود ده بس، انا دلوقتي بص علمت على العمود ده بس بالهاتش بتاعه وجيت اعمل له موف، ايه اللي حصل ده؟ ده الهاتش كله كتله واحده. لا انا مش عايز كده، انا عايز كل هاتش عمود وكل واحد. هعمل كنترول زد، تمام؟ وهاجي جاي في الاوبشن في حاجه اسمها سيبريت هاتش، يعني خلي لي كل هاتش منفصل، تمام؟ اضغط عليها دلوقتي بقى كل هاتش لوحده، كل هاتش عمود لوحده. بص انا دلوقتي مسكت الهاتش وجيت فتحت كلمه اوبشن دي، تمام؟ تمام. في حاجه اسمها سيبريت هاتش، خلي اضغط على الزرار ده. وصلت؟ تمام. انا دلوقتي اعلم على الهاتش ده وعايز امسك كل الهاتش اللي زيه. اعملها ازاي؟ كليك يمين تاني همسك دي، في حاجه اسمها اوبشن هنا فوق في الجنب هنا، افتح اوبشن دي اول اختيار اسمه سيبريت هاتش، تمام؟ افعل الزرار ده هيخلي لي كل هاتش لوحده. يبقى انت عندك الهاتش منفصل، كل هاتش لوحده، تمام؟ اكمل. انا دلوقتي مسكت عندي هاتش واحد وعايز امسح كل الهاتش اللي موجود ده. هعلم، انا دلوقتي علمت على واحد، ده ينطبق على اي حاجه، لو اي حاجه لها نفس الخصائص هيمسحها لي. مسكت هاتش منهم، كليك يمين في حاجه اسمها سيلكت سيميل، مسك لي كل الهاتش اللي من نفس النوع ده اللي موجود في الفايل كله. هعمل له مثلا ديليت، تمام؟ وجيت مثلا دلوقتي عايز اعمل هاتش تاني. تمام؟ وعلمت على كل ده وعملت هاتش. جيت بعد ما عملت الهاتش وانا شطبت اللوحه بتاعتي جيت صممت العمود ده، اكتشفت ان العمود ده عايز اتغير الابعاد بتاعته. فانا مثلا عايز اعمل له مثلا هو كان 30 في 90 عايز اخليه 50 في 90 مثلا. هعمل له ستريتش، هاجي جاي معلم على كل ده واقول له ستريتش ال 30 دي كام؟ عايزها تبقى 50، فاقول له بوينت 2. ايه اللي حصل ده؟ الهاتش ما كبرش معاه. انا عايز الهاتش يكبر معاه. هعمل كنترول زد. الحاجات دي المفروض انت بتظبطها من اول مره بتنها مظبوطه معاك في الكاب بتاعك على طول. همسح كل الهاتش تاني.
واجي اعمل هاتش تاني. شايف كلمه اسوسييتيف لازم تكون متفعله معاك. هناك كانت بتخلي كل في الاري كانت بتخلي الاري متفجره. هنا بقى شوف الاهميه بتاعتها. انا دلوقتي عملت الهاتش بس لما عملت الهاتش كانت متفعله. بص كده لما اجي اكبر العمود ده لو جيت اعمل له ستريتش من هنا كده مثلا بوينت 2 تلاقي الهاتش كيبل معاك من اي اتجاه اي حاجه. الهاتش بقى جزء من العمود بتاعه. افعل بس العلامه بتاعت اسوسييتيف وانا شغال. خلاص كده يبقى انت شغال معاه. وصلت؟ طب مثلا انت دلوقتي جيت مش عارف تظبط السكيل ولا عارف تظبط حاجه او مش عارف تتعامل مع ال رجعها امسك الهاتش وروح علم عليه. انا كده شلتها كده مش متفعله معايا. طالما هي مش متفعله وانت كريت الهاتش وهي مش متفعله مش هتعرف ترجعها. لازم تمسح الهاتش وترجع تعمله تاني. بس اعمله ساعتها وهي متفعله معايا. فانت في البدايه خالص اظبطها. اظبط الاسوسييتيف واظبط كريت سيبريت هاتش معاها. تمام؟ وصلت؟ انا دلوقتي شغال مع الهاتش. انا مش عاجبني ان انا اشتغل من فوق كده. مش عاجبني ان انا اشتغل الهاتش من الحاجات دي. عايز افتح الشكل القديم بتاع الاوتوكاد كلاسيك. افتحه ازاي؟ من تحت من الكوماند بار في حاجه اسمها السيتنج. اول ما تفتح السيتنج دي القايمه بتاعت الاوتوكاد كلاسيك. لو انت متعود عليها وعايز تشتغل منها في الهاتش اشتغل منها. تقدر تظبط منها السكيل من هنا. لو فتحت الحته دي تقدر تعمل منها كل حاجه. تمام؟ وصلت؟ الاسوسييتيف زي ما انت شايف هنا. كرييت سيبريت هاتش هتلاقيها موجوده. كرييت سيبريت هاتش موجوده هنا. طبعا تقدر تختار النوع اللي انت عايزه من الهاتش. اي حاجه انت عايز تختارها تشتغل بيها ممكن تشتغل بيها. وصلت؟ دلوقتي انا عندي شكل وشكله مغلق. تمام؟ وعايز اهشر الشكل ده كله ويعمل لي اجنور للي جوه. يعني هشره حتى يهشر اللي جوه. اعملها ازاي؟ لو قلت له هاتش وانا اشتغلت بالسلكت هو مش هياخد باله من اللي جوه وهيعمل ده كله. تمام؟ انا لو عملت كنترول زد كده واخترت بيج بوينت هيهشر كل حاجه بس طالما في شكل مغلق جوه مش هيهشره. تمام؟ لو انت عايز تعمل حاجه زي كده حد عنده مشكلة في الهاتش؟ طب انت دلوقتي عملت مثلا عايز اعمل معاك شوية حاجات في الهاتش، هغير معاك بس طبعا انت زي ما انت عارف ده السوليد، ده الهاتش بتاع الخرسانة، الهاتش ده اللي هو بتاع الطوب اللي هو خطين وما بينهم مسافة وخطين اللي هو ده. طبعا انت السكيل بالنسبة لك كبير صغير شوية، ممكن تخليه متر كده. تمام؟ ده الهاتش بتاع الطوب لما باخد سيكشن في الحيطة مثلا. تمام؟ طب لو انا شايف الفيجن ده الهاتش بتاع الطوب في الاليفيجن. طب دلوقتي السكيل كبير جدا ممكن اصغره وبوينت واحد فانا اشوف شكل الطوب زي ما انت شايف كده. مش عاجبك الباترن ده؟ في ناس ما بتحبش الباترن دي. في ناس بتحب تشوف الباترن اللي يكون فيه اللي هو الفاصل ما بين الطوبه والطوب. بتروح للباترن ده او مش ده. في واحد كمان اللي هو ده. تمام؟ شوف انت عايز تشتغل بايه او حابب تعمل ايه. في ناس بتحب تهشر الخرسانه خطين في اتجاهين يعني الخط ده. يعني مثلا انا شغال في ناس بتحب تهشرها في اتجاه واحد في ناس بتحب تهشرها في اتجاهين عادي. تمام؟ طبعا عندك الشكل ده اللي هو بتاع التراب اللي هو الارث. الشكل ده بتاع مين؟ حد يعرف الشكل ده بتاع مين؟ بتاع الارضيات الخشب اللي المعماريين بيستخدموا الحاجات دي كتير. في عندك الكروس اللي هي النقط. تمام؟ في بعد كده بقى قبل ما بتكمل في الهاتش بيظهر لك اللي هو مش هاتش. هو البرنامج فصل هو ممكن تشتغل بيه من جوه الهاتش اللي هو الاشكال اللي انت شايفها دي او لها امر تاني اسمه جريديان اللي هو ده. تمام؟
طب ده يفيدني في ايه؟ في ناس بتحب بدل ما تعمل هاتش تلون، المعماريين ساعات بيعملوا الحاجات دي، بتجي لك اللوحه متلونه مثلا، يرسم الكاميرا ويجي يظللها كده او حاجه زي كده. في ناس بتحب تشتغل الحاجات دي، الحاجات دي اسمها جريدي. انت ممكن تخلط اللونين اللي انت عايزه، ممكن تشتغل بلون واحد. انا لو جيت على المكتوب عليه رقم 2 وقفلته هيشتغل بلون واحد، واقدر انا بقى اشتغل زي ما انا عايز، اختار اي حاجه تناسبني. تمام، ممكن افعل اللون واختار اللون اللي انت محتاجه. تمام. طب برضو نفس الكلام، نفس الخصائص بتاعت الهاتش بظبطها، الاسوسييتيف وكرييت سيبريت ايه هاتش، هو بالنسبه له هاتش. تمام، حد عنده مشكله في الهاتش؟ تمام.